يتوقع ان تشهد تنافسا كبير. فريق المغرب التطواني كما اسلفت فريق الطيف بدا المنافسه بشكل قوي، حقق فوزين في الجولتين السابقتين، فاز على فريق نهضه بركان بمدينه تجده في اولى دورات البطوله الحاليه بهدف دون مقابل، ثم اعاد ليحسم مباراته الثانيه على الارض امام فريق شباب الريف الحسيمي بهدف دون مقابل. نفس المصير ونفس المسار يحققه فريق المغرب التطواني على مستوى المسابقه.